هاي كيفك؟ اولا مبروك. ثانك يو ثانك يو. يعني بعد ما شفنا صوره نادي بيروت الحقيقيه لهلا، بس رح نحكي اليوم قد ايه انت جربت تساعد فريقك اوفنسيفلي. شو رايك علي بالجيم اليوم وراضي عن اداء الفريق اوفر اول؟ لكت اولا زول الحمد لله انه ربحنا الجيم مع عشان كنا خسرانين 2 جيمز فا اولا زول مثل ما الكل بيعرف انه صرنا غايبين 3 اجانب هلا وي ستيل تراين تو فايند اور سيلفز صعبة عشان وقت كثير كثير قصير يعني جيم حكمة كنا جايبين اجنبي جيم ديلما كنا جايبين اجنبي سو اتس تف ناخذ الروتيشن الاوفنس هيك فان شاء الله شوي شوي هالجيمات بيساعدونا نعرف قديش المشوار طويل وي هاف تو كيب فوكسينج وي هاف تو كيب وركينج وان شاء الله بتكسب على رب العالمين ثانك يو سو ماتش علي